في الآونة الأخيرة انتشرت العديد من المنشورات حول الملتحي الذي احتال على الناس لكسب استعطافهم وجمع مبالغ معتبرة من التبرعات التي قدمها المواطنون في مدينة قهراس. فما قصة هذا الملتحي وما حقيقة هذه الشائعات؟ إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. تم إيداع شخص رهن الحبس المؤقت نهاية الأسبوع لانخراطه في أعمال خيرية وتضامنية بدون رخصة منه لجمع التبرعات لفائدة المتضررين من الحرائق الأخيرة. ووضع شخص ثاني تحت نظام الرقابة القضائية، حيث وجه أمن سوق هراس نداء لكل مواطن تعامل أو التقى شخصيا بالمدعو باء ألف التوجه إلى محكمة سوق هراس أو التقرب إلى أقرب مقر للشرطة لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة. وأوضح بيان لذات المصالح أنه تم توقيف الشخص الظاهر في الصورة المدعو باء ألف المشتبه فيه في انتحال اسم الغير والنصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ذكرت الإعلامية صبري نديب في مقال لها على الجريدة أن عناصر الشرطة التابعون للفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية سوق هراس أطاح نهاية الأسبوع بشخص محتال أوهم الناس بأنه يقوم بجمع التبرعات لبعض المرضى والمعوزين، وخاصة الأيتام ومن هم دون عائل ولا مأوى، أين باشرت ذات الفرقة عمليات التحري والتحقيق، وذلك بناء على شكاوي عديد من الأهالي المرضى والمعوزين، والتي مفادها قيام هذا الشخص الذي ينشط تحت لواء جمعية خيرية ولكن غير قانونية باستغلال وضعياتهم من أجل جمع الأموال والإعانات بدون رخصة من الجهات المخولة قانوناً، موجها عبر شبكات التواصل الاجتماعي بغرض تقديم مساعدات مالية لهؤلاء. لكن في حقيقة الأمر لا يتم تسليمها كلها للمعنيين، بل يستولي على جزء كبير منها. وبعد انتهاء التحقيق تبين بأن المتهم فعلا يقوم بجمع الأموال والإعانات في عدة مناسبات دون تسليمها نداءات لأصحابها، وبالتنسيق مع الجهات القضائية تم استصدار أمر بتفتيش مسكن المتهم والتي كانت فيها نتيجة إيجابية، أين تم العثور على مبلغ مالي فوق 140 مليون سنتيم. وحسب ما علمنا من مصادرنا فإنه تم حجز كمية من الأدوات المدرسية ومستلزمات مثل الأفرشة والأغطية وأشياء أخرى فاقت قيمتها 800 مليون سنتيم، حيث كان هذا الشخص يوهم الناس بأنه رئيس جمعية خيرية لكنه ينشط في إطار غير قانوني ويقوم بالنصب على الناس عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، ويوهمهم بأن هذه التبرعات هي لصالح المرضى والمعوزين في حين أن هذه التبرعات يستولي عليها. وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المتهم أمام الجهات القضائية، والتي أمرت هذه الأخيرة بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت إلى غاية مثوله للمحكمة لاحقا، والله أعلم. وميساج الناس وقهراش رجلوا رواحكم والسلام عليكم.